عزيزتي سين، لا تسأليني لماذا أقدمت على هذه الخطوة. ربما لأن الواقع أكبر من أحلامنا ومن الشعر، وربما لأن الزمن تقدم بي قليلا. يجب أن أعترف أنني تعبت من تغيير محطات القطارات وعتبات المنازل ومن برد العالم، وهو ما أفقدني معنى الوقت ومعنى الأشياء. وربما لأجل ذلك كان زوجي مختار يقول دائما إن الحياة مجرد محطات للعبور. لم أعد قادرة يا سين على أن أظل دائما على هذه الصورة، امرأة وحقيبة سفر وبضع أوراق وكتب وأشباح تلفني من كل جانب. سألتحق بالوطن، قلت لك، وإن كان هذا الوطن لا يوجد، أو لا يوجد على الأقل بشكل واحد عند كل منا. لكل وطنه، وليس للآن إلا العودة. لا 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 تسأليني عما سيحدث فيما بعد، إذ لم تعد لي لا طاقة التحمل ولا طاقة التوقع. لا خيار لي إذن. قبل أيام دقوا باب بيتي بعنف. أمقت رعب الأبواب حتى أني في إحدى رواياتي صورت بيوتا مفتوحة للريح ونفخت في الشخصيات خوفا بلا ينابيع وخلصتها من الأبواب، فلا يد تدق ولا قلب يرجف. قلت دقوا باب بيتي بعنف، لم يفتح الباب، ضربوه بأرجلهم، فتشوا الأثاث وأخضعوني للحراسة. يحدث هذا بباريس يا سين. اسمك؟ لا لا أذكر. ماذا تقصدين؟ ماذا؟ أقصد أنني أضطر لنسيان اسمي
حتى أضع نفسي بعيداً عن الهاوية. اسمك؟ 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 تعرفونه؟ يبدو أن صلابة الرأس هذه لن تفضي إلى نتائج. اسمك؟ 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 أنا الباتون. وماذا بعد؟ عنوانك؟ عنوانك؟ في مكان ما، أقصد في هذا المدى الذي يرتج تحت قدمي، يخفق كقلبي، ثم يؤول إلى الصمت، ثم إلى الخفقان. عنوانك؟ عنوانك؟ تعرفونه؟ ومختار؟ مختار؟ مختار؟ مختار روح تخترق العالم. وطنه؟ وطنه؟ تقصد محنته، جرحه الشخصي، انكساراته واندهاشه الأبدي. لا أريد مشاسات، بل حدوداً ووقائع. وطنه؟ 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 يحيا بهيئات متعددة، يبدو لنا تارة ريشة تعصف بها الأقدار من الماء إلى الماء، وتارة مشروع حلم لم يكتمل. تتحدث عن الوطن وتريد حدوداً ووقائع، لكن الوطن أكبر من ذلك. وحين أضعف وتضيق بالمسالك، آمل أن يظل هذا الوطن مجرد وهم على الأقل. وهنا تكمن مأساتي. أين هو الآن؟ أين هو؟ أنا من يسأل أين هو؟ نريد أجوبة دقيقة. دقيقة؟ لم أعد أفهم ما يجري. هل أنا هنا أم هناك؟ هنا أم هناك؟ أنت في المكان الذي يمكن أن تولد فيه الحقيقة. لنعيد ترتيب الوضع. أنت الباتون التي تنتظر مختار. أنا الباتون التي ينتظرها مختار. لكن أين؟ أين؟ عدنا لحكاية الأين هذه. من قبل قلت إن الوطن محنة وجرح شخصي وانكسارات وغيم واندهاش أبدي. وقلت لي لا تريد مجازات بل حدوداً ووقائع. ومرة أخرى عنوان مختار. عنوانه؟ عنوانه؟ نريد عنواناً لشخص أو وطن أو روح. لا يمكن أن نظل مطوقين برقم مبهم في معادلة لا تنتهي. نريد أجوبة يا باتول. وإلا بل ما الذي تبقى لكم؟ مهما يكن لن تتمكنوا من تشويه صورته، لأنها تقيم هنا، نعم هنا، في أقصى مناطق الروح، محصنة من كل أنواع الخديعة. لكن من أنت؟ من أنت لتسألني عن هوياتي؟ الملاعين، هكذا إذن تلقون بكل تبعات العالم على زوجي، تتهمونه بالخيانة وبالاشتغال جاسوساً لمصلحة دولة أخرى. من أين للعالم بكل هذه القذارة؟ أنا هذه المرأة البسيطة التي لم تدعي يوماً أن لها التباس السياسة لأن لها صفاء الشعر. الشعر؟ أقولت الشعر، لكن ما معنى أن تكون شاعراً بدون قراء؟ هذا وضعي في باريس على امتداد 17 سنة. ما معنى أن تكون شاعراً بدون ناشرين أو مطابع تنشر لك ما تكتب؟ كما كان وضعي هناك في وطني.
أقول لك إن لي كل الوقت للضوء يسير. سيتأخر القطار وهذا لا يزعجني، فكل القطارات التي أركبها أو أنتظرها لا تأتي إلا متأخرة. ترى ما حال مختار الآن؟ عزيزتي سين، قبل أن أصل إلى هنا بعثت لك بمخطوط كتاب الجديد. لا يهمني إن كان سيجد قارئاً أو ناشراً، احتفي به واخفيه، لا تشغلي نفسك بي. نامت بصعوبة، علمت برغبتي في الذهاب إلى المسرح فأصرت على مرافقتي. لو كانت الأمور على نحو سليم لتركتها عند جارتي، هناك يمكن أن تسهر مع ابنتها قليلا، لكن الجارة مشغولة بقضايا أخرى، بخنق الزوج وبتلطيخ الأدراج بالأوساخ، ثم إنها وزوجها. أوه، لماذا أربط هذا بذاك؟ ثم ما علاقة شعري بامرأة لا تتقن سوى الصراخ؟ أوه، سأصل متأخرة، فقبل أسبوع التقيت شادي. لكن من يجدر بتقديم دور السيدة؟ لا أحد. كيف؟ السيدة صاحبة المعطف في النص، تجل لروحي، ولا أعتقد أن بإمكان أحد أن يشخص هذا الدور. لو تسمح سيدتي، كل الأدوار مهيئة لتحيا بيننا هنا إلا هذا الطور. تقصدين أننا لا نملك تقديم شخصيات حقيقية على الخشبة؟ نعم. لكننا نقدمها كروح أو كمجاز إن شئت. لا، أعرف أن الشعراء حينما يبنون عادة صوراً ما لا يريدونها أن تنزل إلى الأرض حتى لا تبتذل، أليس كذلك؟ ولكن صاحبة المعطف أسمى من أن تكون مجرد صورة. لا 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 أقصد ذلك. السيدة صاحبة المعطف في النص يا سيدي سيرة للتيه، لدمع ساخن، لفرح عابر، لمشاعر تكثف كل الآمال والآلام. نعم، وهي أكثر من ذلك، سيرتنا جميعا. نعم نعم، كان هذا هو الانطباع الأول الذي صاورني وأنا أقرأ النص، لذلك أرجو أن تساعدينا على أن نعطي لحياة هذه السيدة على الخشبة كل المعنى. أحس بارتعاش غريبة، لكن كيف ستحيا بينكم؟ مثل ما يحيا كل المبجلين هنا. لا 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 لا، لا يمكن أن أنسى ابنتي غيثة هناك وأنسى صاحبة المعطف هنا. أفهم ترددك،
إذ لحد الآن لم تصدقي أن روحاً جديدة ستبعث من هذا النص. هل ستنبعث فعلاً؟ نعم. لكن كيف؟ عدنا لنفسي الأسئلة. الجسد على الخشبة ليس مجرد جسد، إنه هنا حامل لروح ولمشاعر وتاريخ. لا أحد بإمكانه الزعم أنه تاريخه هو وحده. والجسد بهذا المعنى هو الذي يجعلك تقولين إن صاحبة المعطف أسمى من أن تكون مجرد صورة. إنها ليست مجرد صورة فعلا. أعرف، لذلك أحببت تلك السيدة. حين كنت أنصت إليك غمرني الإحساس بأنك تتحدثين عني. ها أنا الآن في أصعب مراحل العمر، فكيف لي أن أقبل دورا في مشهد عبثي؟ لن أكون بينيلوب، لأنني لا أريد أن أكون الأسطورة. أنا الباتول، فأنا الباتول. بودي أن أعيد هذا الجسد رمادا ثم أبعثه كي أختبر مساراتي من جديد. سيكون لي أن أتساءل، هل ستختارني نفس المسارات التي عبرت؟ هل سأكون تلك الباتول؟ المشرعة على الريح، المقيمة على أسوأ العتبات؟ اسمك حبيبة، أشبهك تماما. تموتين مثلي في اللحظة ألف مرة؟ نعم. تستفيقين على الهاوية أحياناً؟ نعم. أتقرأين الشعر؟ ساويت جسدي ونبض قلبي على إيقاع الشعراء. عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك عفوا سيدتي، مدد حين تبسمان بدر شاكر السياب. غير مجد في ملتي واعتقادي المعرف، نوح باك ولا ترنم شادي المعرف. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم المتنبي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ عنترة، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم المتنبي. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تعلمين بحالي معاد الهوى ما ضقت طارقة النوى. وما خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا. تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. أبو فراس حمدان. سأحيي وردة يحملها الشعر إلي. اكتب الجنس الذي فيك لكي تقرأ تاريخ الجسد. لا تعيش الروح في الغبطة إلا عندما يكتبها تيه الجسد. سأحيي وردة يحملها الشعر
سأبقى أرتق الغيم وأبقى أسحب الأفق بخيط وأجر الشمس من أركانها. أدونيس. في الرحيل الكبير أحبك أكثر، عما قليل تقفلين المدينة. لا قلب لي في يديك ولا درب يحملني في الرحيل الكبير. أحبك أكثر، لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدرك. هاجس غفل وكل نزوة أميرة. أبحر في الهنيهة الفقيرة، أصالح الكائن والممكن والمحال، أخرج من دائرة الرفض ومن دائرة السؤال. أراقب الأمطار تجف في الطوية الأمارة. تسعفني الكأس ولا تسعفني العبارة. أحمد المشاط. كاشفة عن ملامحها الأطلسية، أنذرت الجند أن لهم من جماهيرها الخصبة. محمد أشعري. الوزير. الشاعر. بعد 3 أشهر استكملنا كل الإجراءات الإدارية ومعنا موافقة مدير المسرح. كنت متوقعة معارضته لهذا النص دفاعاً عن مسرح آخر أو خوفاً من القصيدة. بالعكس، أبدى استعداداً كبيراً والتزم بإنتاج العرض بكل متطلباته. كانت وجنتاها وشفتاها وعيناها تشتعل، دنوت منها فصعقني طيار قادم من عمق الروح. أتدرين ياسين قيمة أن ينار المرء بخيط ضوء في ليل غامر، أن يستضاء بالقصيدة في عالم نثري بارد؟ ذلك ما حدث لي بالضبط. ريتا؟ بيتون؟ حين دخلت المتجر لاقتناء هذه اللعب اعتراني شعور غريب. أحسست أن لعبة الخلق أسهل كلعبة الفناء، أن الكائنات تأخذ في اللحظة الواحدة أكثر من وجه وقناع، أن الأقنعة ترسم الضحك والبكاء في نفس الوقت. وأحسست أنني في حاجة إلى اللعب.